مشاهدينا الكرام، نختم هذا الملف ونفتح ملف النقل، أين التقى يوم أمس وزير النقل عيسى بكاي واستقبل عديد الممثلين عن المنظمات المهنية، أين رفعوا عديد الانشغالات، وعلى رأسها إذن رئيسة جمعية الممرنين لمدارس تعليم السياقة التي رفعت العديد من الاقتراحات والانشغالات وتلتحق بنا الآن عبر الهاتف. أهلا بك يا سيدة نبيلة فرحات، رئيسة جمعية الممرنين المحترفين لسياقة بولاية الجزائر. أهلا بك. مساء الخير سيدتي الكريمة، شكرا لقناة الشروق نيوز على تواصلها معنا. نعم طيب، ونحن في خدمتكم، تفضلي. نعم سيدتي، ما هي أبرز الانشغالات التي طرحتها على النقاش عند لقائكم بوزير النقل؟ عند لقائنا عند وزير النقل، نعم، الاقتراحات التي قدمناها للسيد الوزير، نعم، من بين الاقتراحات تفعيل المادة 60 التي تحط حمايه التربية المرورية التي هي عنصر أساسي في التربية المرورية، نعم، التي هي من عملية التكيف بين التعلم والبيئة، التي هي أيضا تساعد على التعليم والارتقاء وبالإضافة على تنمية شخصية الإنسان. التربية المرورية قدمنا نماذج لسيد الوزير، نعم، كتب، نماذج لكتب، الكتب فيها دروس لأشكال الإشارات، فيها دروس لصور الإشارات، رموز الإشارات، وهذه الكتب يستطيع الاحتكاك بها حتى ذوي الهمم، يعني راح تكون رابطة ما بين أطفال العديل وأطفال التوحد. زيد على هذا، طرحنا أيضا حل المشكلة الاكتظاظ المروري، اللي الاقتراح كان لافتات ذكية، هذه اللافتات اللي رايحة تربط ولاية الجزائر، بما أنه صرح سابقا السيد الوزير قال بداية من ولاية الجزائر ثم نعمم الحلول، إذا لافتة ذكية تربط ولاية الجزائر، تليها لافتات ذكية أخرى ل 13 مقاطعة، والمقاطعات تكون في حوزتها أيضا لافتات ذكية اللي تربط البلديات اللي تابعين لها، والبلديات تكون عندها لافتات ذكية اللي تبرز على الشوارع اللي يكون فيها اكتظاظ واللي ما يكونش فيها اكتظاظ. طيب كيف يمكن ذلك سيدتي؟ نعم، بما انكم حملتم هذا المقترح وتلقيتم تشجيع وتوجيه من قبل وزير، نعم، النقل. نعم، كان توافق في الفكره، تقبل سيد الوزير الفكره، وان شاء الله راح يكون عمل بالتنسيق ان شاء الله، ويعني يد واحد يقولوا ما تطبق، وحنا هذا الفكره طرقنا لها من بعد ما استشرنا الاساتذه نتاعنا، من بينهم السيد محمد كواش، السيد حمادي عمر، السيد بن عيسى الزهر الى اخره، يعني في اساتذه اللي الله يبارك عندنا جداره والى الامام، وتحيه الجزائر حتى تكون الجزائر غد، ونحيو المشكل هذا نتاع الاكتظاظ المروري. طيب سيدتي، ايضا عن مده التكوين بالنسبه للسائقين، هل هناك ربما حديث عنها، خاصه انها شكلت نقاش في العديد من السنوات السابقه؟ بالنسبه للتكوين لابد من اعاده النظر في تكوين هذا الممرنين، لانه وقت صغير ما يكفيش باش يخرج هذا الممرن بجدارة في مرحلة تكوينه، لأنه التكوين يبرز على قانون المرور 0114 المعدل والمتمم لسنة 2017، ومن خلاله يخرج المكون لمدرسة تعليم السياقة، يخرج بجدارة حتى يقدر يوصل المعلومة
المعلومه يعني مدققه ودافعه لهذا المترشح حتى يكون متمكن من القياده ديالو. فيه يعني اغلبيه الاحيان يقولوا مدارس تعليم السياقه هما سبب حوادث المرور والمفتشين هما سبب حوادث المرور. انا نقول باللي غير صحيح هذا، لانه رخصه السياقه من بعد ما يتحصل عليها هذا المترشح عنده السياقة مدة سنتين بالمرافقة، يعني هذا السنتين كافيين باش يكون متمكن من السياقة ديالو ومتمكن من القيادة ديالو. نعم. طيب، أيضا وزير النقل تكلم وكشف عن أن هناك مشروع مرسوم تنفيذي يتم إعداده على مستوى الوزارة فيما يتعلق بالتربية المرورية، هل اطلعتم أو تم مشاورتكم في هذا المشروع؟ نعم، هذا الاقتراح اللي تطرقنا له أيضا، وهذا الاقتراح كان موفق يعني الحمد لله. فيعني بكل اختصار قال وهو مبهر، ماذا ننتظر في تفعيل هذه المادة بما أن هذه المادة موجودة في القرار المقرر اللي تنص عليه الجريدة الرسمية؟ إذا فماذا ننتظر؟ في اتفاقية ما بين وزارة التربية ووزارة النقل، فماذا ننتظر؟ الكتب رانا نحضروا فيها إن شاء الله وعلى بركة الله لحماية وضعنا سلامة الأطفال عند الذهاب والإياب. هذا ما يزيد الاكتظاظ نتاع الدروس نتاعهم، زيد على هذا راح تسد لهم شارع سلامة المرورية في مساحات هذه المدارس، حتى هذا الطفل يكبر ويترعرع في المدرسة دياله من نظري للتطبيقي. رفقنا أيضا ألبسة لإشارات المرور استبدالا ألبسة المهرجين، حتى هذه الإشارات تعرف على نفسها وين موقعها، العائلة نتاعها، وعلاش هي تكون، ولماذا لونها هذا. يعني سيدتي بالتربية المرورية وإدراجها في المقررات الدراسية يقودنا للحديث والتأكيد على أن التربية المرورية تبدأ من الصغر، ولا ننتظر سن 18 حتى نلقن السائقين والمتمرنين القوانين. أكيد، لأن التربية تسبق التكوين. نعم، التربية المرورية هو غرس كل ما يصب في قانون المرور. نعم، كل من ألوان ومقاسات وإشارات في أذهان هذه الأجيال الصاعدة، ويكون هذا الطفل في هذه الأونة هو رقيب الأولياء نتاعهم. نعم، جيد جدا، شكرا لك إذا السيدة نبيلة فرحات رئيسة جمعية الممرنين المحترفين للسياقة بولاية الجزائر، شكرا جزيلا على المداخلة. تحياتي، شكرا، مع السلامة. شكرا. إذا مشاهدينا الكرام نتوقف عند فاصل قصير ولنا عودة للتعرف على أبرز أخبار المال والأعمال ضمن النشرة الاقتصادية مع الزميل مروان.